بسم الله الرحمن الرحيم. ندين ونستنكر هذا الاعتداء الإرهابي الذي طال منزل سماحة العلامة السيد صدر الدين القبونشي، هذا الرجل الذي نظر نفسه أن يكون مجاهدا ومشروعا علميا وجهاديا وثقافيا، والرجل إمام جمعة النجف الأشرف، الأولى أن يحرس ويحمى من قبل الأهالي. وللعلم أنه الأهالي اليوم لاحظنا أنها موجودة الآن حاضرة ومستعدة بالدفاع عن، ولا ترغب أنه بهذه الحالات التي يريد لها الأعداء أن تشوه من النسيج العراقي ومن النسيج المجتمعي. وهذا الاعتداء لن يثني رجال الدين والمتصدين في الحوزة العلمية لأداء واجبهم ودورهم في التبليغ الرسالي وتعريف الناس بالخطر القادم وتبصير الناس، والذين يعتدون على رجال الدين إنما هدفهم تجهيل المجتمع وعدم وضوح الرؤية والتقليد من تمسك المجتمع بدينه وبمرجعيته وبرجالاته. رجال الحوزة العلمية هم كانوا أول ملبين للفتوى العظيمة للمرجعية الدينية العليا، وقدموا الكثير من الدماء والكثير من الشهداء في سبيل تحرير العراق وحفظ مقدسات العراق، واليوم نراهم يستهدفون من فئة باغية ضالة، إنما هذا الاستهداف يزيدهم إصرارا على التمسك بنهج أهل البيت. أكيد وراها مجموعات خارجة، مجموعات قد مدعومة من الجهات الغربية التي تقول نحن على استهداف رجال الدين في العراق وفي إيران وفي اليمن وفي لبنان. فبعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الإسلامية على جميع الجبهات سواء في لبنان وفي غزة، نشعر اليوم بأنه هذا الاستهداف تقريبا نوع من هذا التأثير الخارجي على هذا الأمر. أهلا بكم. تظل النجف الأشرف برمزيتها الدينية وقدسيتها العالية نبراسا للسلام والتسامح وملاذا روحيا آمنا للملايين من المؤمنين من داخل العراق وخارجه. تحتضن هذه المدينة مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتعد مركزاً للعلم والمعرفة وموطناً لرموز دينية طالما حملت راية الوحدة والإرشاد. وفي مشهد يمس هذه الرمزية العظيمة، تعرض منزل إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي لاعتداء صاروخي إرهابي أثار جدلاً واسعاً حول الدوافع والجهات المحتملة وراء هذا الهجوم. إن المحافظة بما تمثله من قدسية ومرجعية يجعل من أي اعتداء عليها خطوة خطيرة تستوجب وقفة جادة ومحاسبة. وبينما تترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات التحقيقات، يبقى السؤال: هل يراد من هذا الهجوم خلخلة في أمن المحافظة، أم هو استهداف مباشر للرموز الدينية وركائز الاستقرار؟ أهلا بكم. مشاهدين، ملفنا الأول رح يكون عن تداعيات الاعتداء الصاروخي على منزل إمام جمعة النجف الأشرف. نفتتح هذا الملف بتقرير إنفوغراف عن تفاصيل الحادثة.
إذن مشاهدينا أجدد الترحيب بكم وأرحب بضيفي في الاستوديو الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي دكتور علي الدفاعي. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بجنابك دكتور. كيف ينظر المجلس الأعلى الإسلامي اليوم إلى هذه الحادثة، هذا الحادث الإرهابي، العمل الإرهابي في النجف الأشرف، وهو استهداف إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي؟ وأيضا أسألك عن تأثير مثل هكذا حوادث في منطقة لها قدسيتها مثل النجف الأشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة. بحضرتك. في الحقيقة هو عمل إجرامي مدان في البداية لا شك، ونحن لا ننظر إليه بأنه عمل إجرامي فقط استهدف شخص سماحة السيد صدر الدين القبنشي وأدخل الروعة ترهيب لأفراد عائلته فقط، بل ننظر إليه أنه يريد إرجاع عقارب الزمن إلى الوراء. هذه العصابات المنفلتة لا تريد لمحافظة النجف الأشرف بل لعموم المجتمع العراقي أن يكون مجتمعا مستقرا ينعم أبناؤه بالسلام وبحاكمية القانون. هذه عصابات تريد أن تفرض سيطرتها وحاكميتها وأن تكون مصالحها مقدمة على مصالح أبناء الشعب العراقي. في الحقيقة نحن يعني كلنا نعلم كيف كان يعيش العراقيون يعني قبل في زمن الدكتاتورية. نعم. كان الكل يعني يعيش في حالة من عدم الأمن على حياتهم، على مصالحهم، على مستقبلهم. اليوم نشهد جميعا أنه بعد أن نجحنا في عبور مراحل الاحتلال والطائفية وتحرير المدن بالفتوى المباركة واستبسال الحشد الشعبي وأبناء الشعب العراقي، اليوم يعيش الشعب العراقي حالة من الاستقرار، حالة من الأمل بالمستقبل. الشعب العراقي تواق إلى أن تكون حياته كريمة، فرص عمل موجودة، الكل يذهب إلى بناء مستقبل له وللأجيال القادمة. أما هذه العصابات الموجودة حقيقة استهدافها لمنزل سماحة السيد صدر الدين القبنشي هي تريد وكأنه أن يكون الاستقرار من وجهة نظرها هي بسلطتها هي. لذلك في الحقيقة هذه الجريمة ليست جريمة محدودة بحدود استهداف منزل سماحة السيد القبنشي وتروي عائلته أو ذاك الزقاق، ولكنها تستهدف خطر أن نعود إلى حالة اللا استقرار والفوضى وحاكمية السلاح المنفلت وهذه العصابات. هذا من جهة. من جهة أخرى كلنا شهد ويعلم الدور الكبير لرجال الدين، للشخصيات المتصدية للشأن العام اليوم من المرجعية الدينية العليا، معتمديها، وكلاءها، أساتذة الحوزة الدينية، ومنهم طبعا حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد القبنشي، ودورها الرائد. لو نلاحظ خطاباته في صلاة الجمعة وكيف هناك اعتناء كبير سواء في الشأن الداخلي ومتابعته للمشاكل التي يعاني منها المجتمع، متابعته للإجراءات الحكومية سواء كانت الحكومة المحلية للنجف الأشرف أو الحكومة الاتحادية في بغداد، هو يشخص المشاكل، يضع الحلول، يدعم الإيجابيات. خطاب دائما يذهب باتجاه أن يقدم ما يحتاجه المواطن العراقي من استقرار، من فرص عمل، من تقديم خدمات، من إلى ذلك، فضلا عن خطابه في الشأن العالمي والدولي. نلاحظ دائما هناك تركيز واهتمام إلى قضايا سيادة العراق ورفض أي تدخل في الشأن الداخلي، الدعوة إلى علاقات متكافئة، أن يكون العراق عراقا قويا متمكنا في جميع مفاصله. هذا هو خطاب السيد القبنشي. لذلك حقيقة هو أيضا استهداف، كما قلنا استهداف لاستقرار النجف، لاستقرار المجتمع العراقي، هو استهداف لهذه الشخصيات المؤثرة في المجتمع من خلال هذا الخطاب المتوازن. دكتور، إذا أريد نناقش الموضوع أمنيا، هجوم صاروخي في محافظة النجف الأشرف، اليوم الكثير يتساءل الملف الأمني رخو في محافظة النجف مثلا، يوم عندنا مرجعيتنا الرشيدة في النجف الأشرف، الكثير من كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف، كيف لهذه العصابات أن تسرح وتمرح براحتها وتستهدف بالصواريخ منزل إمام جمعة النجف الأشرف؟ نحن في الحقيقة نعتقد أن الحكومة الاتحادية قد بذلت جهدا كبيرا في تحقيق الاستقرار، يعني هي اليوم تمتلك اليد المتمكنة في ضبط الأمن وأن يكون المجتمع يعني مستقرا وآمنا في الجانب الأمني، وكذلك الحكومات المحلية يعني هي ذاهبة بهذا الاتجاه، وإن كانت هناك يعني
مساحات فراغ، نقاط ضعف لا تزال، وهذه الحادثة الإجرامية مؤشر كبير على أن تذهب الحكومات المحلية بجدية أكبر في ضبط الأمن في كل مفاصل المحافظة سواء النجف الأشرف وغيرها من المحافظات، لأنه في الحقيقة مسألة الأمن حقيقة لا خصوصية فيها. مسألة الأمن مقياس واحد في محافظاتنا الكريمة جميعا، كل المواطنين العراقيين يجب أن يطمئنوا إلى أن حكوماتهم المحلية حاضرة وقوية وجادة ومسيطرة في حفظ ملف الأمن للمواطن العراقي. هذه مسألة أولوية قصوى. النجف الأشرف في الحقيقة لخصوصية المحافظة المقدسة، تحتضن ملايين الزوار سنويا، حاضرة العلم والمعرفة، كل ذلك فضلا إلى النقطة الأساسية إلى أن هذه المحافظة برمزيتها الدينية وبتأثير العلماء المتصدين اليوم لديهم القدرة على حفظ سيادة العراق، استقرار العراق، مصالح العراق العليا. أثبتت التجارب أن رجل الدين، الأستاذ في الحوزة الدينية، الفقيه، المرجع، هؤلاء شخصيات دينية اجتماعية متصدية ومؤثرة في حفظ الأمن، في توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح. لذلك في الحقيقة موضوع الأمن موضوع غاية في الأهمية. نعتقد أن الحكومة جادة في أن يكون دورها متمكن، ولكن الخرق الأمني في محافظة النجف يختلف عن بقية الأماكن، خرق أمني من الممكن أن يكلفنا الكثير. يعني في الحقيقة أنا من هنا يعني لا أدعو إلى تضخيم الحدث بدرجة كبيرة، ولا أدعو إلى الاستهانة به بحيث يعني لا ننظر إليه بجدية. هو حدث أمني، جريمة مدانة، والحكومة المحلية يجب أن تكون جادة، وأعتقد أنها جادة، وننتظر منها في أيام قريبة أن تصل إلى نتائج في ملاحقة الجنات وتقديمهم للقانون. المسألة المهمة هو أن القانون يجب أن يكون هو الصوت الأعلى وله اليد الطولة في محافظة النجف الأشرف وسائر المحافظات. لا نسمح إطلاقاً بأن تعود عقارب الزمن إلى الوراء، وأن يكون للعصابات المنفلتة أي دور في أن يكونوا هم المتنفذين في أمن واستقرار أبناء شعبنا. هل يعتقد المجلس الأعلى أن هناك خلفيات سياسية لهذا الاعتداء؟ في الحقيقة هذا الموضوع يعني لا غير قابل للتكهنات والتحليلات، يعني الكلمة الفصل فيه للقوات الأمنية، للتحقيقات الرسمية في هذا الموضوع. ونعتقد نحن أنها عصابات منفلتة. هسه من يقف خلف هذه العصابات عليه أن يعلم أن القانون هو الحاكم، وأن النجف خط أحمر في أي خرق أمني، ولا يمكن أن نسمح بأي تجاوزات أو خلخلة الأمن، أو أن يتعرض أي مواطن عراقي في النجف وفي غير النجف إلى سطوة العصابات. هذه مسألة مفروغ منها. اليوم القوات الأمنية هي صاحبة الكلمة الفصل، والكل داعم لهذه المسألة. جميعنا شاهدنا كيف أن أبناء النجف الأشرف بل المحافظات العراقية يتقاطرون اليوم في زيارة سماحة السيد صدر الدين القطبنشي. ما هي الرسالة التي يريد اليوم كل هؤلاء الزائرون للسيد القطبنشي في هذه المسألة؟ نعم، شخصية السيد القطبنشي شخصية محترمة ومحبوبة باعتباره متصدي، قام من النخب الاجتماعية والدينية المؤثرة، ولكن إلى جنب ذلك هذه الناس التي تزور سواء منزل أو مقر السيد القطبنشي هي تريد أن تبعث برسالة وتقول أنه النجف الأشرف لا تقبل ولا ترضى أن تكون هناك عصابات منفلتة تتصرف خلاف القانون، وأن سلامة واستقرار وهدوء المنطقة أولوية قصوى. أبناء الشعب العراقي ومنهم أبناء النجف الأشرف يطمحون إلى مستقبل، والمستقبل بحاكمية القانون وليس بحاكمية العصابات. جيد. بعد الحادثة سماحة السيد مقتدى الصدر توجه لزيارة سماحة السيد صدر الدين القطبنشي. ما هي الرسالة التي أراد إيصالها السيد مقتدى الصدر؟ ربما هناك من يرى أنها رسالة لمن يريد إثارة الفتنة بين أبناء مجتمع النجف، أو ربما البعض يقرأها قراءة أخرى. يعني هناك لعله عدة رسائل وليست رسالة واحدة. من أهم هذه الرسائل هي المكانة الكبيرة لسماحة السيد صدر الدين القطبنشي. لولا أنه يتمتع بمكانة مؤثرة متصدية في توجيه المجتمع، في توجيه مسارات الحكومة الاتحادية أو المحلية،
في ضبط إيقاعات العملية السياسية، لما شاهدنا أن سماحة السيد مقتدى الصدر يقوم بهذه الزيارة، فهذه رسالة مهمة تعبر عن أهمية وتأثير مكانة سماحة السيد صدر الدين القبنشي في النجف الأشرف وفي عموم الوضع الاجتماعي والسياسي والعلماء كذلك في هذه المكانة. كذلك هي رسالة تقول بأن النجف لا يمكن أن تكون منطقة يسرح ويمرح فيها الخارجون عن القانون، ويجب أن يكون الكل تحت طائلة حاكمية الدولة وسلطة القانون وفرض قوة القوات الأمنية. ورسائل عديدة في الحقيقة، حضور سماحة السيد الصدر، حضور نخب حوزوية ودينية وعسكرية وحشدية وسياسية وعشائرية وجامعية من مختلف فئات المجتمع العراقي، كلها أكدت هذه الرسالة أنهم متضامنون مع شخص سماحة السيد صدر الدين القبنشي لمكانته المتميزة والمؤثرة، مستنكرون لهذا الخرق الأمني ولهذا العمل الإجرامي المدان، مثبتون ومعلنون إلى أنه مستقبل النجف، مستقبل العراق لن يكون إلا بيد القانون وبيد هذه النخبة المجتمعية الدينية السياسية المؤثرة التي تحافظ وترعى مصالح أبناء الشعب العراقي بالدرجة في الأساس. هل هناك خطوات يعني يحاول المجلس الأعلى الإسلامي اتخاذها أو يطالب الحكومة باتخاذها لحماية رموزها الدينية أو الرموز الدينية بشكل عام في محافظة النجف؟ الدور الأبرز في الحقيقة هو ليس دور المجلس الأعلى، هناك دور أساسي لأبناء الشعب العراقي، هذا هو الأساس. يعني المجلس الأعلى قوة سياسية من مجموعة قوة سياسية أخرى مؤثرة، ولكن لاحظ التأثير الأبرز لأبناء شعبنا العراقي. هذه هي حقيقة قوة وضعنا في العراق، أكبر نقطة قوة نمتلكها اليوم هو أبناء الشعب العراقي عندما يكونون حاضرين. حضور أبناء الشعب العراقي، حضور الفئات المتنوعة التي ذكرناها، هي عامل قوة بتوجيه مسار الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية. دورنا في المجلس الأعلى هو جزء من دور أبناء شعبنا العراقي في النجف الأشرف وفي بقية المحافظات الكريمة. نرفض أي تجاوز على القانون، ندعو إلى أن تكون الحكومات المحلية أكثر قوة وحضور وجدية في محاسبة هذه العصابات المنفلتة. لذلك في الحقيقة نحن وأبناء الشعب العراقي، نحن وأبناء محافظة النجف الأشرف، نحن والعشائر الكريمة وكل الفئات المجتمعية التي حضرت ودعمت وتضامنت مع سماحة السيد القبنشي، كلنا ننتظر حضور وبصمة قوية للحكومة الاتحادية في محافظة النجف. يعني هذا جرس إنذار، الكل ينبه الحكومة المحلية إلى أن تكون أكثر ضبطاً وحضوراً في قضية ضبط الأمن وتأمين السلامة لأبناء المحافظة. نعم، وخاصة الهجوم لم يكن بسلاح خفيف وإنما حادثة بسيطة وتمر، كانت بصواريخ يعني كما وصفت الحادثة، وهذا الأمر ربما يجعل الكثير يتخوفون. هذه ترجعنا إلى قضية يعني متابعة وجود السلاح للآن، يعني قضية وجود السلاح الخارج عن القانون لابد أن تتابعه الحكومة المحلية وكذلك الحكومة الاتحادية، مسألة غاية في الأهمية. نحن لمسنا أننا كعراقيين انتصرنا وحررنا المدن، ونحن اليوم أمام تحدي كبير في تثبيت السيادة في قضية أجواءنا وأرضنا وحدودنا بسلاحنا. نحن نمتلك السلاح الذي يحكمه القانون الذي توجهه الدولة، سواء كان قوات أمنية وحشد شعبي وحتى الفصائل التي تحمي هيبة الدولة وسيادتها وحدودها من أي تدخلات خارجية. ولذلك حقيقة أي سلاح اليوم خارج هذه الوصفة المتكاملة سلاح مرفوض، ويجب أن يكون هناك سلطة للحكومة وللدولة اتحادية ومحلية في أن تضبط إيقاعات هذه المسألة. لا. دكتور، نتحدث عن تأثير هذه الهجمة وهذا الاعتداء وحتى الاعتداءات المشابهة على الوضع الأمني والسياسي في النجف وعلى العراق بشكل عام. يعني أنا قلت في بداية الحديث، يعني من منطلق أن لا نستهين بهذه الجريمة المدانة، فإذا ما تركت وإذا لم تكن الحكومة المحلية جادة ونعتقد ونتوسم فيها الجدية، فسيكون هذا يعني عامل جذب لعصابات أخرى لازدياد حالة الفلتان الأمني، وهذا طبعا سيؤدي إلى عدم الاستقرار. وأنا قلت أن المواطن العراقي ومجتمعنا اليوم يلمس هنا أن هناك استقرار في الحياة، وطموحه وآماله في أن يستقر يستمر
ويقوى هذا الاستقرار، من أجل أن يذهب الجميع إلى حركة تنموية وحالة إعمار وبناء كما نشهده اليوم. حكومتنا الاتحادية وحكوماتنا المحلية وإن كانت بدرجة أقل، وهنا نقولها من خلال شاشتهم، الحكومة الاتحادية نجحت في أن يكون الوضع في العراق وضعا مستقرا، وأن حركة التنمية والإعمار والاستقرار والبناء واضحة في بغداد، وكذلك بوضوح ربما هو أقل في المحافظات. ندعو حكوماتنا الاتحادية إلى أن تعزز من حالة الاستقرار والتنمية والإعمار والبناء، وأن لا يكون هناك أي تهاون في هذه المسألة. لذلك التهاون وعدم الجدية في ضبط الأمن وملاحقة العصابات المنفلتة وأن يأتوا بهم إلى القانون وينالوا جزاءهم العادل، معناتها أنكم تسمحون لعصابات أخرى وأن يتمادى الوضع إلى ما هو نقيض الاستقرار، وهذا ما لا نسمح به إطلاقاً. أما إذا ذهبت الحكومات المحلية إلى ضبط هذه المسألة وجلب هؤلاء وجعلهم خلف القضبان وأن ينالوا استحقاقهم وفق القانون، فنحن مع أن يكون المستقبل كما يريده المواطن العراقي. كلما كان هناك ضبط للأمن وأن يكون القانون أقوى من صوت العصابات وهذا الانفلات وهذه الجرائم المدانة، سنشهد استقرار وسنشهد تنمية وسنشهد حالة من الاطمئنان وثقة المواطن بحكومته، ونذهب إلى فرص عمل وبناء وإعمار وتقديم خدمات. بعكس ذلك ستكون الحكومات فاشلة وسيكون هناك نقمة من أبناء المحافظات جميعا. لذلك حقيقة هذه أولوية قصوى ورب ضارة نافعة. هذا جرس إنذار متوسط لنسميه بالدرجة المتوسطة، فعلى الحكومة المحلية وجميع الحكومات المحلية أن تأخذه بجدية عالية. نعم. وأن تذهب إلى ضبط الملف الأمني. أخيرا، رسالة المجلس الأعلى لأبناء النجف الأشراف وجهاء النجف الأشراف الذين ساندوا ورفضوا إثارة الفتنة ورفضوا مثل هكذا اعتداءات على رموزنا الدينية. رسالتنا في المجلس الأعلى لأبناء النجف الأشراف وللمحافظات التي تضامنت، لقد أثبتتم أنكم مع مشروع استقرار العراق، ومع مشروع حاكمية القانون، ومع مشروع الحفاظ على رمزية الشخصيات الدينية والعلمائية والاجتماعية المتصدية والمؤثرة. هذه رسالة وصلت أنكم مع القانون ومع احترام الشخصيات الدينية المؤثرة ومع احترام قدسية النجف الأشرف، وكلها رسائل يجب أن تكون واضحة للجميع، وفي مقدمتهم سواء العصابات ومن يقف خلفها والحكومة الاتحادية في ضبط هذا الملف. نعم، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي الدكتور علي الدفاع يشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ابقوا معنا قبل أن ننتقل إلى الملف الآخر. مع انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، تتجه الأنظار إلى إقليم كردستان، حيث باتت خريطة التحالفات السياسية بين الأحزاب الكردية في مفترق طرق حاسم. فبين مساعي ترتيب صفوف جديدة وتبادل المصالح والتوازنات،
يظهر تساؤل حول مدى قدرة هذه الأحزاب على تشكيل تحالفات تخدم تطلعات الشعب الكردي وتحقق استقراراً مستداماً. الزميل شيبان سامي عد لنا تقريراً حول الملف، فلنتابعه ثم نعود. بعد إعلان نتائج الانتخابات في إقليم كردستان بدورتها السادسة، الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 39 مقعداً، ما يؤهله لقيادة الحكومة الإقليمية القادمة. إلا أن بعض المؤشرات تؤكد تشكيل الحكومة المقبلة ستواجه مخاضات صعبة مع باقي الأحزاب الفائزة على بعض المناصب. التحالف اللي راح يكون بالمستقبل أكيد راح تكون بأشياء إيجابية، ولكن قد يبدو للبعض هنالك من لم يتوافق على هذا التحالف. بما أنه حزب ديمقراطي كردستاني، خل تكون ديمقراطية بالعمل، خل تكون هو أفتح مساحة أكثر، خل تكون توافقات أكثر، خل ممكن أنا أجرب مثلا أجرب هاي الفترة أنه هاي الكتلة وأجرب هذا الحزب في سبيل أنه أشوف فين الخلل اللي يكون أنا عندي. ليش أنا أبقى متسلط؟ ليش أبقى متزمت؟ ليش أبقى ديكتاتوري في هذا المكان؟ بالنتائج أنا أخسر. خلي أكسب الكل في سبيل أنه أطلع نتائج إيجابية. ويؤكد مختصون في الشأن من أولويات الحكومة الجديدة حسم جميع الخلافات فيما بينها وإبعاد التدخلات الخارجية لتشكيل حكومة وطنية تلبي احتياجات المواطنين، وأن يكون لها دور جاد وفعال بالتدخل التركي المستمر على الأراضي الشمالية، فضلا عن حسم جميع الخلافات بين حكومة بغداد وأربيل. لكن اللي نأمل أنه يتحقق بالفترات القادمة نحن يكون هنالك تنسيق بين حكومات الإقليم الكردي وبين الحكومات العراقية ببغداد، حتى يكون أكو أمان أكثر وتواصل أكثر بين الأقاليم. فلذلك إحنا يتوجب علينا أن نكون دائما متكافئين ودائما مرتبطين بشأن الآخر لعدم تدخل أي سيادة وتدخل أي جهة، وبالأخص تدخلات التركية مثل عهد السابع بقضية التدخلات اللي أصبحت في قضية إقليم الكردستان العراقي بالشؤون العراقية وفي شؤون بغداد. فلذلك نطالب من عندهم أن يكونوا قدر الإمكان متمسكين بهذا الشأن. ويخشى مراقبون السياسيون أن تطفو على السطح تفاصيل الخلاف بين الأكراد التي ستلقي بظلالها على مباحثات الكتل الكردستانية لتشكيل حكومة الإقليم، خاصة وإن النتائج المعلنة حتى الآن لم تعطي لأي طرف كردستاني قدرة الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأرحب بضيوفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. وعبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق إيزيدي، مرحبا بحضرتك. أهلا بك عزيز. أهلا بجنابك أستاذ مهدي. أبدأ مع حضرتك. 39 مقعد وأموركم زينة في كردستان، ما هي أولوياتكم في هذه المرحلة وما هي شكل التحالفات المرتقبة خلال المرحلة القادمة؟ بداية تحياتي لحضرتك المقدم المحترم، قناتك ومشاهديك وإلى ضيفك الكريم. أهلا بحضرتك. جنابك عرب، بعد ما انتهت الحمد لله والشكر الانتخابات بسلاسة نقول نزاهة أشاد بها جميع، إن كان دوليا إقليميا حتى محليا، بينت النتائج أنه هناك أي انتخابات يجب أن يكون فائز وأحزاب فائزة. نعم. وأحزاب ليس لدى الفوز بها يعني مقاعد يمكننا نشارك. الديمقراط الكردستاني الحمد لله وشكر منذ ثوابته الأساسية أنه كان الأول كثير من الانتخابات، وهذه الانتخابات أيضا حصل على 39 مقعد، وممكن أن يكون 42 بعد يكون هذه التحالفات من بعض المكونات الأخرى. أهم أولويات أن يكون هناك تشكيل حسب بيان الزعيم مسعود البرزاني وبيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يكون هناك أولا حكومة قوية واحدة، برلمان قوي، بيشمرقة واحدة، إقليم واحد من أجل الدفاع والشروع عن أخذ مصالح إقليم كردستان، إضافة إلى حل كافة الإشكالات مع حكومة الاتحادية، إضافة إلى أن يكون هذه الحكومة مخالفة لكثير من الحكومات اللي كانت موجودة، باعتبار يجب أن يكون هناك اتجاه واحد
مصلحة إقليم كردستان تضع في 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 فوق كل الاعتبارات الحزبية الكتلوية، إضافة إلى البرامج الانتخابية التي تم الاتفاق عليها، هي مساعدة الشباب، فرص عملهم، دعم النساء، إضافة إلى حل الاشكالات قلنا مع الحكومة الاتحادية. كل هاي الأمور الآن أمام الحكومة الجديدة التي سوف تشكل مع بقية الشركاء الأخوة اللي موجودين اللي فازوا، أيضا حزب الاتحاد الوطني، أي حزب يعني اللي طرحها ديمقراطي كردستان، وختمة أنه يدنا ممدودة لكل الأحزاب التي ترغب أن تكون تشارك بشراكة حقيقية، وليس شراكة أن تكون معي صباحا ومساء تكون بالمعارض، يعني رجلنا هذا الأمر بعد ما مقبول، والكل متفق على هذا. أعتقد الأجواء الآن إن شاء الله خلال الأيام القادمة بعد ما تم هناك تصريحات من الطرفين من بعض الأحزاب الموجودة أن يكون هناك حوارات، شريك الديمقراطي شريك أساسي له الحق بالتصويت على بعض القرارات المهمة لو يعامل على حسب مقاعده. نعم، شريك الديمقراطي بالتحالفات طبعا، باعتبار انه انت قلت لك برلمان قوي، عندك برلمان قوي والمشاركين وياك نفس اللي اتفقنا عليه الان كبرنامج حكومي كآلية عمل مستقبلية لإقليم كردستان، أعتقد ستكون قراره هو مشارك له، ونيش قلت لك يجب يكون شراكة حقيقية تكون لديه، لا يكون مثل ما ذكرت جنابك، يكون أولا قرار واحد قوي نجيبي حتى لا بغداد بوافد مشترك، وأكو يعني حقيقة هناك في الأفق أنه يكون هناك إعادة للتحالف الاستراتيجي اللي كان موجود حسب ما المعطيات الموجودة، وإن شاء الله الأمور سائرة إلى رغم كل اللي نسمعه ورغم كل الإشكالات اللي تنطرح، أعتقد الأمور سائرة إلى تشكيل حكومة قوية من جميع الأطراف المشاركة بالانتخابات. جيد، إذا تسمح لي أجدد الترحيب يا سيد فاق يزيدي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، وأسألك 23 مقعد للاتحاد مقابل 39 للديمقراطي، هل سيجبر الاتحاد الوطني الكردستاني على بعض التحالفات التي ربما لم يرغب بها؟ وأسألك أيضا كيف سارت أمور الانتخابات وكيف ترون النتائج؟ تفضل. تحية طيبة عزيزي. بكل تأكيد الانتخابات لا أحد يستطيع أن يشكك في نزاهتها، منذ البداية أكدنا أن هذه الانتخابات هي الأنزه منذ انتخابات 92، يعني حتى هي أهم من انتخابات 92 نفسها، وتمتعت بشفافية ونزاهة أكثر من انتخابات 92 نفسها. ممتاز. فبالتالي نتائج الانتخابات مرضية للجميع حتى الآن، من يعترض لديه مدة محددة لتقديم الطعون، لكن هذا اليوم هو الواقع، هذه صناديق الاقتراع أفرزت هذه النتائج. قراءة هذه النتائج هي التي تجعلنا نتوقع خارطة المشهد، الخارطة السياسية في إقليم كردستان. إذا لاحظنا هذه الانتخابات نتائجها أفرزت حالة جديدة لم تكن موجودة في إقليم كردستان. لم يعد هناك طرف يستطيع أن يفرض شروطه على الآخرين. اليوم حتى أبو المقعد قد يكون له شروط، وحتى أبو الأربعة، وحتى أبو الخمسطعش والسبعة بينهما. فبالتالي المطلوب اليوم هو الذهاب إلى حوارات حقيقية بعيدا عن الشروط، بعيدا عن الإملاءات، لأن الوضع لا يتحمل كما سابق. الخارطة السياسية نعم قد تكون تراتيب القوى قد لم تختلف كثيرا، الديمقراطي الأول، الاتحاد الوطني الثاني، التغيير تقدم وبشكل ملفت، بات ثالثا، لكن قوة القوى السياسية هي التي تغيرت. اليوم الاتحاد الوطني حصل على عدد أكبر، قلص الفارق بينه وبين الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي فقد الأغلبية التي كانت بيده وبالتالي فعليا خسر 14 مقعد. فبالتالي هذه الموازين القوى الجديدة هي التي ستفرض نفسها في الحوارات، لن يكون بمقدور أي طرف أن يفرض شروطه، لكن بكل تأكيد الحوارات هي التي سيفترض أن تشهد تنازلات من جميع الأطراف، وإلا لن يكون هناك ذهاب إلى تشكيل حكومة بطريقة سلسة وسهلة. أستاذ مهدي ذكر أن الديمقراطي الكردستاني أستاذ مهدي ذكر أن التحالف الديمقراطي الكردستاني يمد يده للجميع للتحالف، أسألك هل هناك نية للاتحاد الوطني للتحالف مع أحزاب معينة بعينها، وإذا ممكن تذكر أن هذه الأحزاب؟ طبعا رئيس الاتحاد الوطني كان كفاف الطالباني في آخر تصريحاته في ملتقى ميري كان واضحا وصريحا، الاتحاد الوطني سيحاور الجميع،
يده ممدودة للحوار مع الجميع من أجل المصلحة العامة، لكن إذا تم تهميشه كما سابق فالاتحاد الوطني سيكون عدو ليس له مثيل. فبالتالي نعرف من ذلك أن الرجل اليوم يتكلم من موقع قوي جدا، ليس كما السابق. قوة الاتحاد الوطني وثقل الاتحاد الوطني لا تقاس بالمقاعد بقدر ما هي تقاس بوجوده الجماهيري السياسي، سواء في إقليم كردستان أو حتى في السلطة الاتحادية في بغداد، بوجوده العسكري بتقريبا أكثر من نصف أراضي الإقليم يديرها هو. وبالتالي لا يمكن تهميش الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني مع الحوار نعم، لكن مع حوار يفضي إلى حكومة وطنية حقيقية دون إملاءات، يفضي إلى أن يكون الجميع مشاركون في القرار وليس مجرد مشاركة. سيد فائق، حضرتك ترى أن الاتحاد الوطني تم تهميشه في السابق، ترى أن الاتحاد تم تهميشه في السابق، هل من الممكن أن يتحالف الاتحاد الوطني مع الجهة التي تتهمونها بأنها همشتكم؟ هي قضية حوارات، وفي عالم السياسة كل شيء وارد إذا ما أخذ في عين الاعتبار المصلحة العليا، والمصلحة العليا هذه في أن تكون هناك حكومة وطنية. الحكومة الوطنية مفهومها أيضا لن يكون كما السابق. يعني الحكومة الوطنية اليوم إقليم كردستان بعد 2017 تحديدا عاد بشكل أو بآخر شئنا أم أبينا إلى الحاضنة العراقية، وبالتالي مفهوم الوطنية هذا بات أوسع وأشمل. الوطنية ليست حكرا فقط في كردستانية الحكومة، عراقية الحكومة هي التي ستكون طاغية على المشهد. وبالعكس في حال أخفقت الحوارات لا سمح الله فإن قرار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أيضا وارد لمعالجة الخلافات. فبالتالي الاتحاد الوطني إذا أفضت الحوارات إلى شكل جديد من التحالف مع الحزب الديمقراطي سيذهب له. لماذا لا؟ طالما أنه سيكون هناك مصلحة لإقليم كردستان وشعب إقليم كردستان، وطبعا الأطراف الأخرى أيضا مدعوة للمشاركة في الحكومة، وهي تمتلك رأيها الخاص والحر ولها أن تشارك أو لا تشارك. لكن الذي أفرزته صناديق الاقتراع ومواقف بعض القوى بمقاطعة الحكومة كالقوى الإسلامية، الاتحاد الإسلامي، جماعة العدالة وغيرها، قوى أخرى، الجيل الجديد مثلا، يجعلنا أمام معادلة أو سيناريو قد يكون هو الطاغي في المرحلة المقبلة. حوار بين الحزبين الرئيسيين حيث يذهبون إلى تشكيل حكومة جديدة. نعم لابد للطرفين أن يذهب إلى حوارات، لا يمكن أن نذهب إلى حكومة دون الاتحاد الوطني، ولا يمكن أن يكون هناك أيضا حكومة دون الحزب الديمقراطي. بالتالي هذين العنصرين سيكونان أساسيان في معادلة إذا تسمح لي الإدارة والحكم في الفترة المقبلة. إذا تسمح لي سيد مهدي، البعض يرى أن الديمقراطي كان يتعامل باستعلاء مع شركائه ومتهم بتهميش شركائه، لكن نتائج اليوم ما ممكن أنه تسمح للديمقراطي أن يتحدث بنفس اللهجة التي كان يتحدث بها في الانتخابات السابقة. عن تشكيل حكومة وعن ما كان سابقا إذا كان تهميش وإذا كان فشل وإذا كان بنجاح فالكل كان مشارك بهذا الأمر. هاي الخطابات اللي أصبحت الآن باعتبار من الماضي، لأنه أنت كنت مشارك وياي في كل شيء، بالحكومة مشارك وياي، بالبرلمان وياي، برئاسة الإقليم وياي. يقول لك أنا شنو الفائدة من شراكتي وياك إذا أنت مهمشني؟ لا ماكو هيك شيء. هسه أنت مشاركني في نائب رئيس وزراء، وزراء مهمين جدا، مالية والبيشمركة عندك وزراء كلش مهمين، عندك نائب رئيس برلمان، عندك نائب رئيس إقليم، عندك كل الخطوات اللي تخطوها، أكو مجلس وزراء يخطو له خطوة إذا مو موافقة الكل. ما ممكن قرارات تتخذ بالإجماع، هذا نقطة اللغة. هاي الأمور بعد الآن أمام مرحلة، الآن أصبحنا أمام مرحلة التهميش والما تهميش اللي ينذكر دائما. هاي خلي أقولها كانت لمرحلة انتخابية وراحت وعدت، الآن أمام منتخب يعني مرحلة جديدة، مرحلة يجب أن يكون هناك قرار واحد، مصلحة إقليم كردستان فوق الكل، أن يكون هناك خدمة لشعب إقليم كردستان أكثر، أن تكون صادق مع إقليم كردستان، مع شعب إقليم كردستان، أن تكون مخلص لهذه البقعة، أن تكون لديك مشاركة حقيقية، مثل أكد على هذا الأمر حتى تسير العملية. وأعتقد هناك نية لدى جميع الأطراف الموجودة الآن
باعتبار هناك تحديات كبيرة على إقليم كردستان، كانت سياسية، كانت اقتصادية، كانت اجتماعية، حتى أمني. أعتقد هناك نظرة تختلف عن ما كان في حتى. وإحنا نتساءل عن الصوت والنبرة والتعالي والشروط اللي كان يفرضها الديمقراطي على شركائه لا تزال موجودة لو راحت مع النتائج، وهذا التغير وتقليص الفارق ما بين نتائج الاتحاد الوطني والديمقراطي. أكو نقطة مهمة. أنا مثلا أنا كل حوارات كل واحد عنده أهدافه وكل شروطه وعنده بالحوارات تملية يعني تطرح ويصير توحيد الرؤى، توحيد الاتفاقات اللي تكون بينها، يصير تنازلات بين الطرفين، بين الأطراف الموجودة بأي حوارات كانت، كل هاي الأمور طبيعية وعادية. أما ما أجي أقول أنا مثلا أمليت عليك واشترطت عليك، انت يا اما ضعيف يا اما انت ما عندك كل شيء، لا قاعده ولا جماهير ولا انت حزب كبير. مو مثل حزب الاتحاد الوطني، حزب اللي له قاعدته ولا جماهيره ولا ناسه، اي اختلاف في رئاسه الوزراء ممكن هذا يقبل به ولا قرار يقبل به. هذه النقطه مهمه هذا ما جدا كان يصير. هذه النقطه مهمه جدا اذا تسمح لي انتقل بها الاستاذ فائق. استاذ فائق، ليش تكون المهمشين؟ يعني اذا انت حزب قوي وعندك كلمتك وعندك تكون صاحب قرار موقف، هذا ما يطرح أستاذ مهدي. إذا أنت حزب ولديك قاعدة جماهيرية وقرار. نعم، في الفترة السابقة كان هناك تهميش في الحكومة السابقة. نعم، والحكومة السابقة بالمناسبة كانت أفشل حكومة في تاريخ كردستان جميعا. ونحن أيضا الآن نتحدث عن المقبل. المقبل مرفوض جدا مجرد التفكير حتى بالتهميش خلال الحوارات وما بعد الحوارات. أصلا إذا التمسنا من عندهم تلك العقلية نفسها فالحوارات لن تتم بسهولة وسلاسة، بل بالعكس لن نقبل بأي شكل من الأشكال مجرد حتى التفكير بالتهميش. زمن التفكير بالتهميش واستغلال الأغلبية انتهى. اليوم الحزب الاتحاد الوطني رقم صعب جدا في المعادلة. حكومة إقليم إدارة إقليم كردستان القادمة سيكون حضور الاتحاد الوطني أقوى من السابق. يعني اليوم نحن نبحث عن رئاسة الحكومة أو رئاسة الإقليم. القضية لم تعد كما سابق، لن نقبل أبدا بالسابق مجرد حتى أن يفكروا بالتهميش الاتحاد، هذا مرفوض رفضا باتا. لذلك نحن أيضا نتحدث عن المرحلة المقبلة، عن الحوارات. شنو اللي يجعل الاتحاد الوطني اليوم يتحدث بهذه الأريحية وهذه الثقة؟ شنو اللي يجعلكم اليوم تتحدثون بهذه الأريحية وهذه الثقة؟ وهل هناك خيارات وحلول أخرى بعيدة عن الاتحاد الوطني من الممكن اللجوء إليها؟ الثقة جاءت بعد نتائج الانتخابات. يعني تقليص الفارق ليس بقليل، انخفاض أغلبية أو انتهاء أغلبية الحزب الديمقراطي، انخفاض مقاعده بهذا الشكل، جعلنا أمام معادلة أن الجميع بحاجة لبعض لتشكيل هذه الحكومة. وإدارة البرلمان المقبل أيضا لن يكون كما السابق كتلة قادرة على أن تجمع الأغلبية وتذهب إلى ما تريد. لن يكون هناك في البرلمان المقبل فرض إرادات، لن يكون هناك إغلاق للبرلمان مثلا، لن يكون هناك منع لرئيس البرلمان من ممارسة عمله. القوة تأتي من هنا، من أن صناديق الاقتراع التي هي أساس النظام الديمقراطي جعلتنا في موقع أفضل من ذي قبل. واليوم الاتحاد الوطني حينما يتحدث من موقع قوة، هذه القوة كسبناها على مراحل طبعا، ليس فقط مجرد الصناديق، في واقع المكانة السياسية في إقليم كردستان خلال الفترة الماضية، في واقع دور الاتحاد الوطني في العملية السياسية الاتحادية أيضا. شاهدنا الانسداد السياسي وكيف كان لرئيس الاتحاد بافل جلال طالباني الدور في معالجة هذه الأزمة. يعني الاتحاد الوطني اليوم اختلف عن ما كان عليه سابقا. اتحاد بافل جلال طالباني يختلف عن الاتحاد الوطني ما قبل 2017 وما قبل 2012. يعني اليوم اتحاد جديد موجود. على الأخوة في الحزب الديمقراطي إدراك هذه الجزئية بحذر ودقة أيضا، أن يفهموها جيدا. اليوم لم يعد هناك محاولة احتضان لنقل وضع الاتحاد الوطني تحت عباءة الحزب الديمقراطي. هذا الزمن انتهى. الخيارات الأخرى موجودة، لكننا لازلنا مع الذهاب إلى تشكيل حكومة وطنية قوية. ما هي الخيارات الأخرى صفاء؟ على الإقليم في إطار العراق الاتحاد. شنو الخيارات الأخرى اللي من الممكن يذهب باتجاه الاتحاد؟
أي تعثر في المفاوضات، أي إذا التمسنا من عندهم أي محاولة لتهميش العودة إلى الممارسات السابقة. اليوم القضاء العراقي موجود، يمكن أن يفصل بالخلافات بيننا وبينهم. قضية الاستقلال المالي للسليمانية الاتحاد باشر بها أيضا، هذه أيضا إحدى الخيارات التي سنمارسها، وبالتالي من غير المسموح مطلقا الذهاب إلى تكرار التجربة السابقة. الطرفين اليوم مطالبان بالعمل بروحية التعاون الحقيقي البناء، لأن مشاكل إقليم كردستان، أزمات إقليم كردستان لم تعد تحتمل المزيد من الصراع والمناكفات السياسية بين الحزبين الحاكمين. جيد أستاذ مهدي، الاتحاد اليوم يتحدث عن الرئاسة، رئاسة الإقليم، طموح لو استحقاق، أتحدث عن النتائج الجديدة. أولا إحنا لا أعني ولا غيري ولا ضيفك اللي يقدر هو يحدد شو راح يصير بالحوارات القادمة وشنو الطروحات اللي راح تنطرح، هذا جانب. الجانب الثاني، هل يا ترى الاتحاد الوطني كان ضعيف سابقا؟ يعني ما عنده قوة، ما عنده جماهير، ما عنده ناس، ما عنده استقلالية بكل اللي كان موجود عنده بالسليمانية؟ ما ممكن. أنا هذا الحش، هذا بعد قلت لك احنا أمام مرحلة جديدة، هذا الكلام أصبح لا يسد من رمق من الجوع. يعني شيء الآن أمام إقليم كردستان مرحلة جديدة، وهي تشكيل حكومة قوية قادرة على أن واضح جدا، لكن الاتحاد يقول لك اليوم النتائج تغيرت، نتائج الانتخابات، وهذا واقع. هل مستعد الديمقراطي الكردستاني أن يتنازل عن أحد المناصب؟ إذا كانت هناك ثقة، إذا رجع، يعني أنا أسأليش دا أقول يعني بزمن مام جلال الله يرحمه إلى الفترات الأخيرة الماضية كان هناك نوع، يعني اللي يقوله مام جلال انتهى، اللي يقوله كاك مسعود انتهى، باعتبار حتى التحالف اللي كان موجود هناك نوع ثقة 100% كان موجودة بين الأطراف الموجودة. انعدام الثقة جعل هذا الأمر أن يكون كل الأطراف ليس فقط الاتحاد والديمقراطي. إذا عادت الثقة، ثق بالله، يعني لا يوقف قدام عين الديمقراطي لا منصب ولا 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 لا درجة ولا وزارة ولا إذا كان هناك حرص على إقليم كردستان، وإذا كان هناك حب لشعب إقليم كردستان ومخلصين إليه بدون ما يكون إليه. بثواني، هاي إذا مشروط احكي لي وفق النتائج الحالية، الديمقراطي من الممكن أن يتنازل عن أحد المناصب؟ هذا قلت لك لا أني ولا ضيفك ولا جيب. أكبر واحد يقدر يطرح هذا الأمر أن يكون إلا بالحوارات المقبلة إن شاء الله ستكون عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، أشكرك جزيل الشكر، وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ فائق يزيدي، شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدين الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.